اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم هوايه ورياضه. معانا اليوم شباب ابطال مميزين عشقوا الكيك بوكسينج والفنون القتاليه بشكل عام. خلكم معانا ونعرف عنهم اكثر بعد الفاصل. عدنا لكم أعزائي المشاهدين مع الكابتن ورياضي المميز سعيد الدوسري. حياك الله كابتن. الله يحييك. كابتن تعرفنا عن نفسك، تعرف مشاهدينا عنك. كابتن سعيد الدوسري، لاعب منتخب الكويت كيك بوكسينج ومدرب فايت كلوب. كابتن سعيد، شلون كانت بداياتك مع الفنون القتالية والرياضات هذه؟ طبعاً أنا رياضي من زمان. أول شيء ما بلشت بالفنون القتالية، طبعاً الرياضة كانت غير عن الفنون القتالية. بعدين بلشت بالتايكوندو، عقب التايكوندو بلشت ألعب كيك بوكس. قبل التايكوندو قلت أنت بلشت برياضات غير كلها، شنو كانت؟ كنت ألعب كرة قدم، كنت ألعب ألعاب قوة، ألعب جمباز. بشكل احترافي ولا بنوادي؟ لا بنوادي. بنوادي. وبلشت بشكل احترافي شنو؟ ألعاب القوة. ألعاب القوة. ايش كذا ظليت فيها؟ ظليت فيها تقريبا، هو للحين انا ظل العب العاب قوه، يعني تقريبا صار لي 15 سنه. ما شاء الله، يعني تلعب العاب قوه وفنون قتاليه. اي نعم. وزين، شو اللي حببك بالفنون القتاليه اكثر من العاب القوه؟ فيها منافسه اكثر طبعا، الفنون القتاليه طبعا فيها منافسه، فيها جو حماسي اكثر، وانا من النوع اللي احب اتنافس، ما احب يعني دائما لما اشوف احد يلعب دائما ابي اصير احسن منه. زين، عشان فهم مشاهدينا شنو الفنون القتاليه؟ شنو هي؟ كعده رياضات، رياضه واحده، لعبه واحده؟ فنون قتاليه، في عده فنون قتاليه، مو شرط تكون كيك بوكسينج ولا موي تاي ولا كاراتيه، جميع اشكال الفنون القتاليه، ماكو نوع واحد معين. ماكو نوع معين. وانت حبيت اكثر شيء الموي تاي والكيك بوكسينج؟ لا، الكيك بوكسينج. الكيك بوكسينج اكثر. الكيك بوكسينج اكثر. شنو يميزها عن الموي تاي؟ طبعا قوانينها تفرق عن الموي تاي. قوانين الكيك بوكسينج مو نفس قوانين الموي تاي. طبعا الموي تاي تقدر تقول اعنف شويه من الكيك بوكسينج. اعنف شويه. زين، والرياضه هذه اللي هي رياضه الفنون القتاليه بشكل عام، طبعا رياضه فيها منافسه قويه وتحتاج لياقه بدنيه عاليه. طبعاً كلمني عن الموضوع هذا. يعني طبعا مثل تجهيزات حق البطوله، طبعا نحتاج تمرين اكثر، تمرين مكثف، مرات تمرين الصبح وعصر، مرات طول اليوم يكون تمرين، ومو بس على التمرين، حتى الاكل يعني ما يصير اتمرن وما اكل عدل، لا لازم اتمرن عدل واكل عدل، وهم انام عدل بعد. تحتاج جدول معين تمشي عليه. لازم ضروري جدول. ضروري جدول. زين، كلمني شنو اللي صار باللعبه خلال فتره كورونا؟ وقفت تمارين؟ طبعا خلال فتره كورونا وقفنا، يعني طبعا لعب وبطولات وقفنا تقريبا سنتين، يعني تمرين صار لنا تقريبا الحين يمكن سنه ونص هم قطاع، يعني مره يصير حضر ومره النوادي تسكر وما يصير تروح النادي، فالفتره هذه وايد تاذينا احنا. ونفس ما قلت لك تقريبا صار لنا سنتين ملاعبين بطولات، بس لعبنا السنه اللي طافت شهر 10 شاركنا بطوله العالم. طبعا عقب سنتين انقطاع، لا لعب محلي ولا لعب خارجي. زين، قبل ما نتكلم عن بطولة العالم اللي شاركتوا فيها، كورونا طيحت المستوى بشكل عالي؟ وايد بصراحة، وايد للأسف، يعني لأن النوادي كلها مسكرة، يعني حتى لو بروح بتمرن برا مو كل شيء أقدر أسويه برا أنا، يعني مو أي تمرين أقدر أتمرنه برا، لازم أحتاج منشأة خاصة أقدر أتمرن فيها، لازم معدات. يعني حتى المدربين، يعني احنا المدربين هم وايد تاذينا من السالفه هذه، وايد لاعبين يبون يتمرنون ومو قادرين نوفر لهم المعدات اللي عشان نتمرن فيها برا النادي. الحين قبل البطوله ايش كذا اخذت منكم الفتره كامله للتجهيز للاستعداد للبطوله وعشان ترد لياقتك البدنيه القديمه؟ انا تقريبا يعني قبل البطوله اربع شهور، يعني هم كانت شويه بعد كان يبي لي تجهيز بعد. يعني نفس ما قلت لك وقفنا فترة طويلة من غير احتكاك ولا أي شيء، يعني حتى التمرين كان يعني عادي، التمرين مو التمرين القوي اللي تحطه ببالك، بسبة أن النادي ما كان يكون مبطل، مرات يكون مسكر، مرة مبطل مرة يكون مسكر، يعني تقريبا خلينا نقول مو أربع شهور، قول منها شهرين اللي جهزت فيها حق البطولة بس. جاهز. وكلاعب وكمدرب تحس أن
الموضوع هذا أثر باللاعبين ككل ولا بس أثر فيك؟ لا طبعا أثر على المدربين وأثر على اللاعبين. يعني أنا واحد يعني أدرب وأتمرن بنفس الوقت، أهم شغلة متعبتني يعني إن أهم تمرين. في ناس تمرن بعدين نادي سكر يبون تمرنون، أنا أحتاج إن أنا أطلع برا النادي أروح أدربهم برا النادي وأرد أنا بعدين مرة ثانية أتمرن. أهم ما في صارت السالفة يا إني أجابل التدريب أو إني أنا أتدرب. يا هذا. أزاي كابتن سعيد، كلمني عن البطولة الأخيرة اللي شاركت فيها. قلت لي بطولة العالم للفنون القتالية ولا شنو كانت البطولة؟ كانت بطولة العالم للكيك بوكسينج. تقريبا كانوا 1400 لاعب مشاركين من كل دول العالم. إيه أزاي، ودولة الكويت منو مثلها؟ طبعا لاعبين المنتخب الكويتي منهم أنا. شاركنا تقريبا ب 12 لاعب. طبعا يعني جزاهم الله الف خير، يعطيهم الف عافيه، اللاعبين ما قصروا يعني، قدرنا نلتزم فتره زمنيه قصيره بالتمرين ورحنا البطوله. شو كان الاداء بشكل عام؟ والله الاداء بشكل عام كان مشرف بصراحه، يعني ما اشوف واحد من اللاعبين قصر بالبطوله، لكن تدري انت الفتره اللي قعدنا فيها وايد اثرت فينا، يعني مو بس اثرت علينا احنا، حتى على اللاعبين اللي كانوا مشاركين برا. يعني على مستوى عالمي؟ اي على مستوى عالمي طبعا. زين، وتقييمك حق الاداء بشكل عام المنتخب الكويتي واللاعب الكويتي شلون اداء بالمحافل الدوليه؟ اعطيه 100% طبعا من غير اي كلام، صدقني، لان كل اللاعبين اللي يطلعون بالمنتخب الكويتي مو شرط فنون قتاليه، كلهم لاعبين مجتهدين، كل واحد يطلع باجتهاده. اجتهاد شخصي وش طبعا بدعم الدوله. طبعا هي طبعا اكيد. شنو تحس الاشياء اللي المفروض تصير عشان تدعم اللاعب بشكل عام وتحسن من اداء اللاعب؟طبعا بالفتره هذه لا يسكون النوادي، اتمنى انه ما يسكون النوادي عشان شوي يعني الحياه ترجع طبيعيه. وطبعا نتمنى ان في وايد شغلات توفر لنا، يعني مثلا احنا لاعبين فنون قتاليه يعني منسيين من الاعلام من جميع، يعني حتى يمكن دعم ما في لنا، يعني كل واحد شايل نفسه بنفسه، خصوصا لاعبين فنون قتاليه. ما بيتكلم عن باقي اللعبات، انا قاعد اتكلم خصوصا عن اللاعبين فنون قتاليه، يعني ما اشوف اي دعم حق اللاعبين في الفنون القتاليه كلش نهائيا. زين، نتكلم عن رياضه الفنون القتاليه بالكويت بشكل محلي. في بطولات؟ اي في بطولات، كل سنه يكون في عندنا احنا جدول زمني حق الموسم، فان شاء الله راح تكون في بطوله قريبه بعد شهر البطوله. طبعا البطوله هذه راح تكون ختام الموسم، ان شاء الله عاد البطولات جايه بعد بالطريق. شنو الالعاب الموجوده في البطوله هذه؟ البطولة تابع الكيك بوكسينج بس. بس كيك بوكسينج؟ اي بس الكيك بوكسينج. ومشارك فيها؟ اي طبعا اكيد. كلمني عن استعداداتك حق البطولة هذه. طبعا الحين مبلشين استعدادات احنا بقيادة الماستر كابتن مهدي السلطان، قاعد نجهز حق البطولة، نتمرن وان شاء الله راح نسوي شيء زين بالبطولة. لا ان شاء الله خير. حق البطولة هذه تحتاج تمشي على جدول معين، جدول رياضي وجدول غذائي؟ اي لازم ضروري، يعني انا قايل من بداية السنة الجديدة لازم اغير طبعا نظام الاكل، لازم ارد مثلا احط لي موعد حق التمرين، طبعا تمارين كارديو، تمارين تغوية، غير تمارين التكنيك اللي هي مالت الكيك بوكسينج. خلينا نتكلم عن التمارين، دام انت قلت تمارين، شنو تمارينك اليومية عشان تعد لياقتك البدنية؟ لازم اركض طبعا، يعني انا ما عندي مدرب واحد، طبعا في عندي اكثر من مدرب، في مدرب لياقه بدنيه، في المدرب طبعا مدربنا كابتن مهدي السلطان، مدرب المواي تاي والكيك بوكسينج، في عندنا مدرب حق التحمل، قدره التحمل، يعني كل مدرب في عنده اختصاصه. وانت شنو قاعد تمشي عليه بالضبط؟ ثلاثتهم. اي ثلاثه كل يوم؟ مو كل يوم، يوم وترك، يعني مقسم لعبه يوم لعبه ثانيه. اي لازم كل يوم وترك تقريبا، يعني مثلا نقول يوم تحمل، بعدين اليوم اللي بعده العب كيك بوكسينج والتكنيك، اليوم اللي بعده العب لياقه بدنيه، اليوم على حسب الجدول مالي. شنو اللي اثر بلياقتك البدنيه اكثر؟ القعده. قعده البيت هي اللي تطيح اللياقه. هي تطيح اللياقه طبعا. الاكل؟ الاكل يعني مو ذاك الزود ياثر فيني، بس مو كثر القعده انا، يعني اكثر شيء القعده هي اللي تاثر فيني. واذا التزمت بجدول معين بجدول غذائي وجدول رياضي، كم نسبة تحسن الأداء اللي صار عندك؟ طبعا تفرق وايد، يعني خلينا نقول الحين نسبة الأداء عندي طبعا 60%، خلينا نقول عقب ما أسوي كل هذا طبعا ترتفع تصير 90% 80%، توصل مرات 100%، إذا أنا يعني كنت حاط الشغلة هذه ببالي توصل 100% عادي، مو يعني مو شيء مستحيل. دام تكلمنا عن الجداول وعن
تجهيزك للبطولة القادمة؟ في بطولات زيادة؟ إن شاء الله طبعاً. هو الحين المفروض كان في عندنا شهر 3 بطولة آسيا، بس تأجلت البطولة بسبب أوضاع الكورونا. يعني أتمنى أن الموضوع هذا يخلص. طبعاً هي بطولة خارجية راح تكون مع المنتخب، وفي بعدها هم في عقبها بطولات، بس للأسف كلها متأجلة بسبب الوضع الخارجي اللي قاعد يصير برا الكويت، وهم بالكويت عندنا. هم بالكويت. بالكويت عادةً كم عدد البطولات بالموسم؟ تقريباً تكون من 3 بطولات لبطولتين. 3 بطولات؟ إيه، من 3 بطولات لبطولتين. أزيد كابتن، نتكلم عنك أنت أكثر ومشاركاتك. شنو اللي قدرت توصل له وشنو طموحك؟ شنو اللي قدرت توصل له وشنو طموحي؟ طبعاً بالكويت خالص الحمد لله. يعني صار لي تقريباً أكثر من خلينا نقول الحين 10 سنين يعني محافظ على وزني. طبعاً أنا بطل وزن هنا 71. برا الكويت عندي شاركت بطولة العرب، عندي ثاني عرب، شاركت بطولة آسيا لكن ما حالفني الحظ، لأن دائما بطولة آسيا تكون شوي قوية، وشاركت بطولة العالم هم ما حالفني الحظ يعني، إن شاء الله. على مستوى الخليج؟ على مستوى الخليج، وهو بطولات خليج ما قاعد تصير عندنا للأسف، يعني نتمنى أن تصير في عندنا بطولات خليج، بس يعني للأمانة من اللي قاعد أشوفه يعني من المستويات وكل شيء قاعد يصير، انا قاعد اشوف يعني لو تصير مثلا بطوله الكويت، يعني مثلا بطوله خليج بالكيك بوكسينج، انا اشوف الكويت يمكن مو يمكن لا احنا راح نفوز فيها، راح نفوز فيها. وتكواندو؟ ادري تكواندو ما ادري عنهم عاد، خلاص بس هديتهم من زمان. زين، مستوى اللاعب الكويتي بالكيك بوكسينج يعتبر على مستوى الاحتراف؟ اي طبعا عالي. اي طبعا، يعني انا العب احتراف، وايد ناس عبالهم انه مثلا اذا انت لاعب هواة خلاص راح تظل لاعب هواة طول عمرك، لا ما يصير، لازم شوي تعطي من نفسك من داخل. يعني انا بالنسبه لي الحين انا العب هواة والعب احتراف، يعني مباريات الاحتراف عندي الحين حاليا 7 مباريات احتراف، عندي منهم 2 خساره بس، والباقي الحمد لله كلهم فوز وكلهم فايزين بالضربه الغاضيه. الضربه الغاضيه. كابتن، الحين ناخذ الجانب التدريبي، دام انت مداهد، متى الشخص يقدر يبلش اللعبه؟ يقدر يبلشها وهو بعمر كبير؟ طبعا اللعبه ما لها عمر، مو شرط تكون مثلا صغير عشان والله انا ابلش، وانا اي رياضه ما لها عمر، اهم شيء النيه من داخل. اذا انت ناوي يعني مثلا خلاص انك تلعب وتستمر على الشيء هذا راح تسويه. يعني اي شخص يقدر يلعب؟ اي شخص يقدر يلعب، يعني بالعكس احنا في وايد معانا بالكلاسات وايد ناس كبار، في عندنا واحد بالكلاس عمره 50 سنه عادي. بلش تو؟ اي بلش تو. اي فعادي ما لها اي عمر معين. الرياضه هذه اللي هي تقدر تبلشها باي عمر، لها اختيارات معينه تختار مثلا وزن معين، طول معين، لياقه معينه عشان تقدر؟ اذا كنت مثلا تبي تلعب بطولات اي لازم يكون في عندك وزن، لازم تحافظ على وزنك. يعني مثلا خلينا نقول انا الحين العب بطولات لازم احافظ على وزني، ما ازيد وزني وايد عشان لا وقت البطوله ما اتعب انا اني وانا قاعد انزل وزني، او اني يصير فيني مثلا دروب واتعب واطيح، ولا اكون محافظ على وزني عشان ما تتغير الفئه. عشان ما تتغير الفئه. اي طبعا. شنو الفئات اللي شاركت فيها غير الفئة اللي ذكرتها؟ قبل كنت أشارك بالفئتين 75 71، بس الفترة الأخيرة بس خلاص ثبت على 71. ثبت على 71. وإنجازاتك كلها على أي فئة؟ إنجازاتي كلها على فئة 71. 71. 71. مختاحة يعني. إي 71، 75 كانت شوي صعبة علي. إنه كان طبعاً فرق الطول وفرق الوزن. فرق الطول والوزن. زين كابتن، شنو تنصح أي شخص حاب يدش اللعبة؟ اقول له العب ولا تخاف ولا يقصر عليك، ترى يقول لك اذا رحت النادي راح يكسرون خشمك. لا بابا، راح تدش النادي وراح تتعلم وراح تدرب عادي، حالك حال اي احد. شنو البدايات التدريب؟ واحد لاعب جديد توه حاب يدش يتعلم الكيك بوكسينج، شنو البدايات؟ طبعا في عندنا كلاس المبتدئين، راح يكون بكلاس المبتدئين. طبعا ما هو في طيق، بس انت ما راح تنطق، ما راح تعور، احنا راح نعلمك. انت جاي هني تتعلم مو جاي تتعور. تعليم تركيز على شنو؟ على الحركات بالضبط، هي شلون تلعب البوكس، شلون اللعب الكيك، شلون يلعب، يعني نركز على حركه حركه، لما بعدين يتطور بعدين ننقله حق المستوى اللي بعده. وعقب ما يتعلم الاساسيات تركز على اللياقه البدنيه ولا تدخل على طول ادفانس؟ لا طبعا لازم تكون، لا هو ما يصير، لازم يعني الحين ما خلصنا من التكنيك، طبعا لازم نشوف لياقته. من هو التمرين شامل اللياقه البدنيه وشامل التكنيك بنفس الكلاس، تجمعوا بين اللياقه وال، يعني تنصح اشبال كبار صغار كبير صغير كلكم دشوا وجربوا.
عادي يعني وايد في يعني انتم شايفين في معانا بنات الحين يلعبون. زين كابتن قبل ننهي لقاءنا كلمه حاب توصلها؟ طبعا اشكركم واشكر كابتني كابتن مهدي السلطان، اشكر اللجنه الكويتيه الكيك بوكسينج ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيك وان شاء الله نشوفك بالبطوله القادمه بطل وبالبطولات العالميه ان شاء الله باذن الله. الله حبيبي يعطيك العافيه. كواك عدنا لكم اعزائي المشاهدين مع هياض المتالق عبد الله النوبي. حياك الله. الله يحييك اخوي عبد الله. تعرفنا عن نفسك؟ عبد الله النوبي، العب اول شيء ملاكمه كنت في الصغر، وخذيت الكيك بوكس وانا كبير ب 2017 وحبيت اللعبه. بلشت ملاكمه؟ اي نعم. زين دابك من الملاكمه للكيك بوكس؟ ايه. دشيت لعبات زياده ولا لا؟ بس من الملاكمه للكيك بوكس. في فرق بين اللعبتين بصراحه؟ انا عن نفسي شفت نفسي بالكيك بوكس اول شيء، وحسيت انها لعبه حركيه اكثر من الملاكمه، ان وايد تخليني اتحرك واركز على جسمي كامل. الملاكمه انت تدري يمكن بس هي بالايد، لعبه بالايد. ايه؟ اما الكيك بوكسينج تشمل جسمي كله. حركات الايد نفسها ولا غير حركات الايد؟ اي نفسها، ما في يعني ما تفرق بالايد وايد وايد، بس ان فيها ريل اكثر وان شلون تدافع عن جسمك كله، فشفتها ان بالنسبه حقي انا كعبد الله انها هي احسن. ايه لا بالنسبه لك. اي نعم. متى بلشت بالكيك بوكسينج؟ كيك بوكسينج بلشتها ب 2017. إيه بلشتها كهاوي ولا؟ اي إيه بلشتها كهاوي، شيء حبيته وقلت خل اجرب، وشفت نفسي فيها لعبه وايد حلوه. ومتى بلشت تشارك مع المنتخب؟ المنتخب بلشت يوم السنة اللي طافت أول معسكر لي مع المنتخب، ورحت هم شاركت يا كابتن سعيد بطولة عالم الواكو. المعسكر كان داخلي خارجي؟ كان داخلي. داخلي. إيه لأن كانت فترة كورونا وردينا، وما كان في يعني حتى شوية هني مو مبطلين، ما عندنا كنا نادي وشيء، فعسكرنا كذي بسرعة، والمنتخب 12 لاعب ورحنا البطولة، بطولة عالم كانت. خلنا نتكلم عن المعسكر قبل أن نتكلم عن بطولة العالم. فترة المعسكر شنو كانت؟ شنو كان يومكم؟ كان يومنا والله شوية صعب، يعني هو جدا صعب. نتدرب الصبح ونتدرب ليل، نتدرب وقتين أساس إنه يمدينا، لأن كنا قاطعين في فترة ما فيها تدريب كلش، فرجعنا والبطولة ما كان هم عندنا وقت حقها وايد، يعني وقت اللي كافي مثل ما تقول، يعني أقل من سنة. فتدربنا تقريبا 3 شهور ويا بعض. 3 شهور فترتين. ايه فترتين صبح وليل. فتدربنا 3 شهور ويا بعض ورحنا للبطوله. المعسكر اثر بادائك؟ المعسكر ايه، لان وقتها هل اني انا ازيد نفسي تكنيك ولا ازيد نفسي ان لياقه، فكنا مشتتين بين الاثنين، فشويه ما كنا يعني مركزين، يعني ها نرفع اللياقه ولا يعني نرفع الباور. ايه فكان التمرين شويه يعني المعسكر سوالك بلس؟ اي يعني المعسكر خلاني اني اي حق هدف معين. زين. بس عرفت اللي انت من داخلك تقول لا انا احس ناقصتني هذه الشغله، ان مثلا القوه ناقصتني، فثلاث شهور كان بسرعه بسرعه يعني. تحس المعسكرات؟ ايه. تحسن اداء اللاعب؟ اكيد اكيد طبعا تحسن اداء اللاعب. الخارجي ولا الداخلي ولا اثنين؟ الاثنين يعني راح المعسكر عندك وقت تقوم فيه، تنام وقت تنام فيه، وقت تقوم فيه. وقت تتمرن فيه، وقت تريح فيه وتاكل، يعني المعسكر يخلي ينظم الحياه اكثر. هذه فائده المعسكر. ينظم جدولك؟ ايوه ينظم الجدول. فكابتن سعيد مساعد ذكر لنا ان الجدول شيء مهم بالنسبه حق اللاعب. صح. شنو الجدول بالنسبه لك؟ الجدول هم صح شيء وايد مهم، ساعات يكون ما في مثلا، تكون انت مثلا فتره كورونا قاطع، فانت لما تاكل يزيد وزنك، بس انت مو بهذا الوزن اللي تلعب فيه، فتضطر ان انت لازم تعدل اكلك وتمسك جدول دايت على اساس ان انت تنزل وزنك، فالجدول وايد شيء مهم. صح.
دام تكلمت على الوزن، شنو الفئات اللي تلعب فيها؟ شنو الاوزان وشنو الاوزان اللي ودك تلعب فيها؟ لعبت وزن 75 ولعبت 86، لعبت 86 و 75 بس اكثر شيء لعبت 75. وثبتت الحين على فئه معينه؟ ايه اللي هي العب لو كيك والوزن 75. 75 ايه شاركت ب 75. زين نتكلم عن البطوله اللي شاركت فيها إيه؟ الخارجية. شنو كانت البطوله هذه؟ بطوله العالم كانت بطوله اول شيء اول مره اشوفها بصراحه، وكان يعني الجو حلو والاشياء اللي شفتها شيشتني اني انا اكثر اني انا اتعب على نفسي. كانت فيها منافسه عاليه؟ اي وايد منافسه عاليه، يعني ممكن ان انت اذا ما طلعت ولا مره وما شفت العالم لما تطلع يتغير الفكر اللي انت تلعب فيه. يعني مثلا انت تقول انا اليوم ابي العب ابي اصير بطل الكويت، بس باكر لما انت تسافر برا تشوف ان الدنيا لا، ان انت ما سويت شيء، يعني هذا مو كفايه مو انجاز، يعني مستويات عاليه. اي مستويات وايد عاليه يعني تختلف عليك يعني. ولما تشارك تحس مستواك يتغير؟ خذ خبره من المشاركه. اي اكيد، حتى لو انت تشارك وما يعني وتؤدي ادائك وما يحصل لك الحظ انك انت تفوز، هم انت راح ترد انت متغير 1000% متغير، تحس ان انت سويت شيء، ادائك يصير افضل، مخك يتبطل معك احسن اكثر، تنشط، تتعلم شيء. اي تعلم اكيد وايد اشياء، تكنيك جديد، حركه جديده، تكنيك جديد، حركات جديده، وغير كذي غير ان لعبتك انت قاعد طالع العاب وايد ومن العالم كله قاعد يلعب، فمن هذا يمكن يعجبك منه شيء، طالع حركه سواها حلوه، فوايد اشياء راح تستفيد منها. البطولة هذه كانت هي بطولة العالم للكيك بوكسينج ولا البطولة العسكرية؟ للكيك بوكسينج، وشاركت ببطولة عسكرية بالكويت، البطولات العسكرية اللي بالكويت. اي نعم. زين نتكلم عن البطولات العسكرية الكويت، نفهم مشاهدينا إيه؟ شنو البطولة العسكرية؟ البطولة العسكرية تكون بين الوزارات، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، حرس الوطني. ومسوينها وزارة الداخلية الله يعطيهم العافية، فالبطولة تكون احنا الاربع ثلاث فئات ويانا المطافي. فاحنا نكون اربع فئات، المطافي كل واحد يوجه المكان اللي هو يعني يمثل المكان اللي هو فيه، يعني اربع جهات رسميه فيها لاعبين. إيه؟ لازم يكون لاعب منتسب للجهه هذه. اي لاعب منتسب للجهه هذه، وحتى مو شرط انه يكون قديم، عادي ساعات يكون جديد ويعلمونه ويتعلم على اساس انه يدخل البطوله، فهذا الشيء حلو ان انت تحفز هم العالم ان انتم تعالوا وراح تعلمون ان هي ما في وايد ناس يشوفونها انها لعبه خطره. هي مو خطرة كثر ما أن هي هم هي زينة، يعني وايد زينة. أنا أشوفها فيها منافسة، فيها منافسة، ومو شرط أنها يعني الإصابات ساعات أنت تصيب نفسك. كل بني آدم ساعات أنت تصيب نفسك، بس الناس تشوفها أن هي منظورها أن هي بس توجهك للإصابات، هي لا مو بس للإصابات، هي ما توجه للإصابات، أنت كبني آدم إذا أنت غلط راح تنصاب، إذا ما غلط ما راح تنصاب. زين، والبطولة العسكرية اللي كانت موجودة شنو الفئات اللي فيها أو شنو الألعاب اللي كانت من ضمنها؟ الكيك بوكسينج، والجيجيتسو، كيك بوكسينج وجيجيتسو. وانت شاركت بشنو؟ انا شاركت بالكيك بوكسينج. الكيك بوكسينج. اي نعم. شنو كان ادائك البطولة؟ والله هذه كانت اول بطولة لي حتى اني اصعد، يعني يصير لي شوية اسم فيها، يعني هذه كانت احلى بطولة لعبتها انا، بالنسبة لي احلى بطولة هي كانت. منافسة عالية بين اللاعبين الكويتيين؟ اي وايد، اي لان مثلا يعني حتى احنا نكون بفريق واحد بالمنتخب، فتلقاه هو يداوم بالداخلية انا داوم بالدفاع، ف منافسة تكون وايد حلو. إيه بين الربع و يعني شنو تحس مدى الاستفادة من البطولة هذه؟ الاستفادة ان تبيها من الناحية العسكرية، من الناحيتين، الناحية العسكرية ان عسكري، وهم الشغلة زينة انك تعرف تدافع عن نفسك وتتعلم هالاشياء، هذه وايد شغلة زينة. ومن الناحية الثانية هم ان هي بطولات، وهم هي قاعد تكثف لي الشغلة اني انا استمر فيها، اضيف لك خبرة. اي نعم صح. في بطولات قادمه على المستوى المحلي او العالمي؟ ان شاء الله عندنا بطوله تاريخ 18/2، بطوله الكويت باذن الله، داخل الكويت. اي داخل الكويت ان شاء الله. بين الانديه ولا شيء؟ بين الانديه. اي بين الانديه. كلمني عن استعداداتك حق البطوله هذه. ان شاء الله يعني قاعد نجهز ان شاء الله، والله يعطيه العافيه كابتن مهدي، هو رقم واحد اللي نسمع كل توجيهه منه. اي ونمشي على الجدول اللي هو يقوله، نمشي على الجدول هذا. غير جدولك؟ اي جدول؟ يعني جدولك قبل البطوله يكون غير عن جدولك؟ اي مثلا قبل البطوله يعني اذا تبيها مثلا على الشهر اللي طاف مثلا كنت اروح مطاعم وايد اكل، الحين لا خلاص، بس الحين وقت الجد مثل ما تقول، عرفت؟
اي اكل صح، نوم صح، انام بحزه، اقوم بحزه، اتمرن، اداوم، يعني هذه حياتي. تمرين منتظم؟ اي تمرين منتظم، ما في غياب بالتمرين. اي كنا دوام الحين، خلاص الوقت دوام يصير. خلينا نتكلم دام كنا دوام، خلينا نتكلم عن طبيعه تمرينك المنتظم. اي شلون طبيعه تمرينك؟ شلون قاعد تتدرب عليه؟ قاعد تتدرب على اللعبه نفسها، على اللياقه البدنيه؟ قاعد اتدرب حاليا على الاثنين، على كل شيء، على اللياقه البدنيه، على نفسي، على الباور، على التكنيك، على كل شيء قاعد اتدرب. ايه والتدريب هذا ايه يغير من تكنيكك؟ التدريب يطور تكنيكي، يطورني. الحين التدريب اللي انا قاعد ادربه راح يطورني حق قدام، انا راح اتطور. يعني ما راح اتم على نفس المستوى ولا اقل من المستوى، لاني انا منتظم الحين على جدول. ف حاليا لا، وقت التطور اسمه. وقت التطور. ايه. قبل فتره كوفيد 19 كنت رياضي. ايه. تلعب كيك بوكسينج. صح. كوفيد 19 اثر فيك؟ اي والله، قعدتني سنتين بالبيت، سويت لي نادي بالبيت. بس نادي راح المستوى؟ اي وايد. باللعبه انا اتكلم. ايه. ما عندي احتكاكات ويا ربعي. لازم يعني هو حلو انك تتدرب انت بروحك، بس هي اللعبه تحتاج ان تحتك ويا احد، تحتاج المنافسه بين شخصين. اي او انك تتدرب مع الشخص، يعني لازم انك تحتك بالتمرين مع شخص. هي حلو انك تتعلمها بروحك وصح، بس الاحتكاك يزيدك 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 يعني حتى يزيدك، يعني راح تعرف شلون تلعب مع اللاعب. لان ساعات ممكن انت تتدرب كل يوم 4 سنين 5 سنين بس توقف داخل حلبة ما تسوي ولا شيء. فاحنا ما استفدنا هذا 5 سنين، ما استفدنا منها ولا شيء. يعني نقدر نقول مثلا المعسكرات البطولات او كثره المشاركه بالبطولات تسقل اللاعب اكثر. صح. لان فيها احتكاك اكثر مع اللاعبين. نعم صح صح، المعسكر والتدريب هو صح، هو يزيدني. لان اذا انا كنت بروحي، انا سنتين بروحي تدربت بالفتره هذه حشتنا فيها كورونا سنتين. لما اي تمرين اول يوم كني انا صد سنتين قاعد مو متمرن، مع اني قاعد اتمرن بالبيت، بس ماكو فايده. ممكن اقول لك عندي فايده ان اللياقه، بس هم عندي لياقه احتكاك اني انا احتك مع شخص انه يكون قريب علي ودزني ودزه، ما فيها، ما في اللياقه. اي منطق. شنو طموحك؟ طموحي ان شاء الله اكون بطل عالم باذن الله. باذن الله. اي والله هذا طموحي، هذا الشيء اللي افكر فيه بالليل. دام تكلمنا عن طموحك، شنو انجازاتك خلال الفترة هذه؟ شارك طبعا انت بطولات وايد. نعم. تكلم عن انجازاتك على المستوى الشخصي. بطولة طبعا بالكيك بوكس من 2017. عندي بس ثنتين فضة، باقي كلهم ذهب، يمكن 9 ذهب. ما شاء الله. الحمد لله. ورحت بطولة الخارجية اللي سافرت فيها، اللي رحت لها بطولة العالم، ما حصلت على مركز، ما حالفني الحظ. وبطولة القوات الداخلية، بطولة الداخلية والوزارات، ثنتين أول. ما شاء الله. إيه الحمد لله. كلهم على أي وزن؟ ولا مختلفين؟ مختلفين، بس الأغلب 75، ألعب على 75 الأغلبية يعني. 75. إيه. شنو كلمة حاب توجهها حق أي شخص وده يدش في الفنون القتالية؟ حق أي شخص وده يدش في الفنون القتالية، لعبة جدا سهلة. وانتوا تشوفونها بالتلفزيون عنيفه، هي مو عنيفه اللعبه كثر ما انت تشوفها. لو تيجي تتعلمها راح تعرف ليش صار هذا العنف، سبب اخطاء، سبب وايد اشياء. لعبه وايد حلوه، وانا اتمنى الكل والله يصير مقاتل، اتمنى الكل. ان شاء الله. حبيبي حياك الله ونورتنا ويعطيك العافيه. يا حبيبي الله يعطيك العافيه. اعزائي المشاهدين، كنا مع رياضي متالق جدا عبد الله النوبي، خلكم معانا مع ضيفنا القادم. أعزائي المشاهدين، عدنا معاكم مع البطل فهد الهاجري. حياك الله أخوي فهد. الله يحييك. أخوي فهد، تعرفنا عن نفسك. لاعب كيك بوكسينج ومويتاي من نادي فايت كلوب. بداياتك مع الفنون القتالية، شو حبيت الفنون القتالية؟ شلون حبيت الفنون القتالية؟
والله من وانا صغير يعني كان ودي اني اشترك باي لعبه فنون قتاليه، وحبيت لعبه الملاكمه كبدايه، بس ان بعدين شفت لعبه الكيك بوكسينج ان فيها حماس اكثر، وانك تقدر تستخدم يعني اكثر من ايدك باللعبه، فالحمد لله دشيت هذه اللعبه. متى بلشت؟ بلشت كيك بوكسينج سنه 2019 بامريكا. ولما دشيت بامريكا دشيتها احتراف هوايه، ايش اللي خلاك تدشها وانت بامريكا؟ دشيت وانا بامريكا دشيت لاعب جديد ما اعرف عن اللعبه ولا شيء. بلشت باللعبه تقريبا قعدت شهرين بامريكا، بس المده اللي تدربتها بامريكا شهرين ما تتعدى شهرين. خذيت فيها تقريبا اساسيات وحركات الريل وفكره عن اللعبه. واستمريت فيها عقب ما رديت الكويت. عليك الله. زين، لما رديت الكويت ايش كذا استمريت فيها كلاعب هاوي؟ والله شوف، انا من رديت الكويت يعني ما طولت اربع شهور تقريبا تمرين ودخلت بطوله على طول. ما شاء الله. اي نعم. دشيت بطوله ممثل عن منو بالضبط؟ نادي فايت كلوب. نادي فايت كلوب. اي نعم. شنو كان مركزك بالبطولة؟ خذيت المركز الأول والله الحمد، الفئة الفول كونتاكت وزن تحت 86، وكلها طبعا بفضل الكابتن مهدي السلطان وكابتن سعيد دوسري. بأربع شهور من بلشت مع نادي فايت كلاب أخذت البطولة. الأربع شهور هذه كلمني عن تمرينك، كان تمرين قاسي، تمرين عادي، تمرين استثنائي؟ والله أول شهر، لأن أنا كنت جديد بالنادي، فأول شهر كان التمرين شوية ما كان يعني الضغط وايد علي، بس إن آخر ثلاث شهور يزيد الضغط للوقت البطولة، آخر ست أسابيع كان تمرين ثقيل جداً. حدثني عن طبيعة التمرين. تمرين يا طويل العمر في اللي هو تمرين التكنيك اللي هي تكنيكات وكذي، وفي تمرين لياقة، وفي تمرين تحمل. التمارين كانت متوزعة يعني في أيام صبح وفي أيام اللي هي الوقت الثابت للتمرين. ويوم وترك. يوم وترك. اي نعم. مع التمارين تمشي على جدول غذائي؟ اكيد. مع ان انا يعني غير حسبتي غير عن باقي اللاعبين، انا ما انزل بالوزن، ما قاعد انزل بالوزن، قاعد العب ادش الوزن مرتاح، بس انه هم احافظ على على قولتهم الكتله العضليه والامور هذه كلها، انه يعني ما اخربط ولا اكل دهون ولا اكل هالسوالف، بس انه يعني قبل الفايت بست اسابيع او انه شهرين امسك دايت وامسك تمرين وما يطيح معي انا الوزن، يظل ثابت. اذا تكلمنا عن الوزن، شنو الفئه او الوزن اللي انت تمارس فيه الرياضه هذه؟ الوزن اللي لعبت فيه 86، تحت 86 كيلو. والوزن اللي بتستمر فيه؟ والله ان شاء الله باذن الله تحت ال 75 ان شاء الله. ليش لا؟ يعني ناوي تغير الفئة اللي انت تلعب فيها؟ تقدر تقول يعني انا مو ناوي اني اغيرها، بس انه يعني اذا صارت، يعني هي للحين مو بالبال، بس انه اذا صارت ان شاء الله باذن الله ليش لا؟ 75 وزن جدا مناسب حق حجمي وحق طولي يعني. شنو الفرق بين لما تلعب بين وزن ووزن؟ يعني يخفق بالاداء؟ اي اكيد. يعني انا اتكلم عن وزني انا 86، ممكن يكون في واحد جدا طويل علي يعني كوزن 86. فيكون عنده ادفانتج اللي هو عنده افضليه بالطول علي. فشويه تلعب يعني تفرق دور، بس على وزن 75 انزل يعني ما يكون في وايد اطول مني، ما يكون في وايد اضخم مني، يعني نكون متقاربين بالحجم، متقاربين بالطول، فتكون يعني منافسه على قولتهم شويه عادله. الطول يفرق؟ اي اكيد يفرق. شو كلمني؟ يعني شلون اقول لك؟ الطول مفتاح يعني تقدر تقول اساسي في اللعبه، يعني اذا واحد اطول منك يعني صعب تدش له، صعب يعني كل ما تبي تدش له راح يحط لك بوكس، كل ما تبي تدش له راح يحط لك كيك، فشويه صعبه عشان انك يعني تقص المسافه وتوصل حق اللي هو الرينج مالك انك تحوشه. دام تكلمنا عن الصعوبه اللعبه، طبعا هي شيقه وممتعه بس فيها صعوبه. هو مو هي ما هي سهله، بس هم يعني ما هي صعبه، عرفت شلون؟ يعني اذا انت تلتزم بالتمرين وحاب اللعبه ما راح تاخذ وياك وقت، لان يعني تعرف تكنيكاتها وتعرف الحركات الصح، وطبعا كثر ما تتمرن كثر ما تتطور. يعني الحين اي لاعب تو مبلش بالكيك بوكسينج تنصحه بشنو؟ يركز على اللياقه البدنيه، على التكنيك؟ والله الاثنين يحتاجون تركيز، لان التكنيك يعني لازم يكون موجود، بس اذا كان في تكنيك من غير لياقه يعني ايش اللي يشيلك بالتمرين؟ فلازم التكنيك واللياقه مع بعض يكونوا موجودين، يعني التركيز يكون عليهم هم الاثنين. يعني بالانس بين الاثنين. اكيد. و
نتكلم عنك انت كرياضي. اي نعم. شنو تحس نقاط ضعفك، التكنيك ولا اللياقه؟ ونقاط قوتك؟ والله تقدر تقول اللياقه نقطه ضعف شويه بالنسبه لي، والتكنيك يعني نقطه قوه افضل من اللياقه عندي. شو اللي سبب خلاك اللياقه هي نقطه ضعف عندك؟ المشكله ان يعني اللياقه تحتاج التزام، يعني انا لياقتي احسن من قبل بوايد، بس ان للحين مو بالمستوى اللي انا ابي ولا اللي اطمح له يعني. فاللياقه تحتاج التزام طويل، وقطعه التمرين حتى لو كانت صغيره شويه تاثر. فالتوقيف بين التمرين انا شويه يعني حاشتني مشاكل، فاوقف بين التمارين كنت، فاللياقه ما قاعد تتطور عندي بالشكل المطلوب ولا بالشكل اللي انا ابي. خلينا نتكلم، لما تكلمنا عن الوقفه بالتمرين، اي نعم، صارت كورونا ووقفت واثرت بوايد لاعبين، شنو الاسباب اللي خليتك توقف انت؟ انا والله تقدر تقول حاشتني اصابه، فوقفت تقريبا حروه الاسبوعين عن التمرين، وهذا كان قبل البطوله تقريبا بشهر او شهر ونص. اصابه اثناء التمرين ولا بسبب احتكاك؟ اثناء التمرين. اثناء التمرين. اصابات شيء واحد؟ الاصابه وارده بكل رياضه اخوي. يعني بكل الرياضه راح تحصل فيها اصابات، بس انه باللعبه نفسها انها تكون وارده مو شيء يعني مو شيء ضروري. في محاذير تاخذها عشان توقع عن الاصابات، انواع تمارين تسويها عشان تخفف الاصابه؟ هو اكيد يعني التسخين قبل التمرين هذا شيء جدا ضروري، والاسترتشات بعد التمرين جدا ضروري، و اللي هي ادوات اللي احنا نستعملها بالنادي اللي هي عندك واقي الريل، واقي الفم، الجلافزات ناخذها بمقاسات اكبر تكون، عشان ان الالتحام او ان بوقت التمرين يكون يعني اذا كان في مثلا التحام قوي بالتمرين ما تكون في ضربات مؤثره، ما تكون في قوه يعني، عرفت؟ فهذه الواقيات جدا تساعد انها تشيل الاصابات وانها توخرك عن الاصابات، وطبعا الاسترتشات والتسخين. والواقع الحين طبعا شيء اساسي حتى اثناء البطوله؟ بطولات الهواء الواقيات اساسيه، بطولات الاحتراف من غير واقيات، بس ان واقي الاسنان مجبور يعني بكل البطولات. ووقت التمرين الواقي او العده اللي تلبسها تختلف عن البطولات؟ مرات يعني احنا مو كل يوم تمرين نلبس اللي هو الواقي الراس نفسه، بس بالبطولات اللي يعني البطولات المحليه، بطوله الكويت اذا ما كانت احتراف انت مجبور تلبس واقي الراس، ف يعني احنا ما نتمرن فيه كل يوم، بس ان نتمرن فيه يعني عندنا له ايام مخصصه نلبس فيه واقي الراس. دام تكلمنا عن البطولات، في تجهيز حق بطولة قادمة؟ إن شاء الله بإذن الله تاريخ 18/2. 18/2 شنو البطولة؟ بطولة كيك بوكسينج بعد إن شاء الله. كيك بوكسينج. نعم. شنو حطيت لها جدول خاص؟ بتمشي على شيء معين؟ والله إن شاء الله بإذن الله تونا نبلش يعني التجهيز الجد على قولتهم، وإن شاء الله في جدول محطوط وماشي يعني على قولتهم تحت قيادة كابتن سعيد وكابتن مهدي، وهم اللي يقولونه إن شاء الله نسوي. بوجهة نظرك شنو الفترة الجيدة اللي اللاعب يقدر يجهز فيها؟ فترة جيدة كتجهيز بطولة؟ تجهيز بطولة. تجهيز بطولة 6 أسابيع هذا يعني ظلم أتوقع، ف يعني من 8 أسابيع هذا أقل شيء ل 4 شهور. يعني عشان يكون تجهيز زين يعني، وهذه يعني فترة في ناس تجهز بفترة أكثر من كذي، بس إن هذه فترة زينة يعني حق تجهيز. الحين البطولة اللي ذكرتها هذه ثاني بطولة راح تكون لك شخصية. هنا. البطولات والمشاركه فيها تاثر على اداء اللاعب؟ اكيد تفرق جدا جدا جدا، يعني المشاركه بالبطوله تفتح عقلك باللعب، تخليك في اشياء صارت لك داخل الحلبه ما تبيها تصير مره ثانيه، فتفتح عينك عليها، تخليك تسكر الاغلاط او مثلا تعدل الاغلاط اللي عندك بلعبك انت قبل لا يكون يعني اذا كان مثلا اللي قدامك زين او مو زين، سواء كان زين او مو زين، تعدل اغلاطك انت اللي باللعبه. تخليك تكتسب خبره. اكيد اكيد، يعني اذا تطلع من البطوله يعني اي احد يشارك بطوله لازم يطلع فيها على قولتهم ربحان، ما كان ربحان يعني مركز ربحان خبره. منو تنصحه يدش الفنون القتاليه؟ والله انصح الجميع انهم يدشون الفنون القتاليه. الفنون القتاليه ما اتوقع انها لعبه حق ناس معينه يعني، صغير كبير، رياييل حريمة، الكل يقدر يشارك والكل يقدر، كل الاعمار وكل الاوزان، كل الاعمار وكل الاوزان، ويعني لعبه جدا مفيده فيها متعه خاصه. اي اكيد، هي يعني غير ان فيها متعه فيها فايده جدا كبيره بعد حق الشخص اللي يلعبها. زين، كلمه اخيره حاب توجهها حق اي شخص حاب يدش؟
كلمة أخيرة أوجهها حق الأشخاص اللي بيدشون، بالعكس يعني لعبة جدا حلوة، وأتمنى يعني كل اللي بخاطره يدش إنه يدش هاللعبة هذه ويشد حيله، والله يوفقه إن شاء الله. كابتن فهد، قبل لا نختم، في مواصفات عامة حق اللاعب؟ هو ما في شيء عام يعني تقريبا، يعني بس إنه يكون يعني حاب اللعبة، يكون من داخل جاهز إنه يتعب حق هذه اللعبة، وبالعكس يعني ما في مواصفات جسمانية حق أحد يدش. لياقة شيء معين؟ يعني هو اللياقة تطلع مع التمرين عموما، يعني أي أحد حاب إنه يدش هذه اللعبة بالعكس يدشها وتعدل لياقته فيها إن شاء الله وتضبط أموره، يعني ما له داعي يكون لياقته عالية عشان يقدر يدشها. يعطيك العافية كابتن فهد، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله ببطولاتك القادمة. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، كنتوا معنا برنامج هواية ورياضة مع شباب يعشقون الفنون القتالية والكيك بوكسينج بشكل خاص. نتمنى لهم التوفيق بمشاركاتهم الدولية والمحلية. خلكم معنا حلقاتنا القادمة ورياضة وهواية أخرى.